السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نتحدث في هذا الفيديو القصير إن شاء الله تعالى، فيديو الأمل وفيديو بث روح الأمل في نفوس المتابعين الكرام. قبل البدء إخواني وأخواتي، أعطونا لايك، أعطونا اشتراك، ويلا بدأ. إخواني وأخواتي، لنا عبرة في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام كان معه شابان، كان معه في السجن شابان، وكان يوسف هو الأجمل منهم، يعني الأجمل منهم شكلا والأجمل منهم قلبا، ولكن مع ذلك أخرجهم الله عز وجل من السجن، وبقي هو في السجن بعدهما كما قيل 7 سنوات. خرجوهم وبقي هو في السجن بعدهم 7 سنوات. الأول خرج ليصبح شغالا أو خادما عند الملك، والثاني خرج ليقتل. لكن يوسف عليه السلام خرج بعد زمن طويل ليصبح عزيز مصر. تخيل، يعني مع تأخر، ولو أن كان هناك تأخر في خروجه، ولكن لما خرج أصبح هو عزيز مصر، يعني حاكم مصر. فيا أخي الكريم، لا تظن أبدا أن تأخر أمنيتك وتأخر تحقيق ما تريد أنه مضر لك وأنه مفسد وأنه لا، بل فيه مصلحة يريدها الله سبحانه وتعالى لك. فلا تقنط أبدا، ولا تحزن، ولا تمل، ولا تقنط أبدا من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. والذي يريدك أن تقنط من رحمة الله هو إبليس. إبليس يريد أن يبث فيك وأن يزرع فيك القنط والضجر والتسخط. لماذا؟ حتى يفوز هو ويفوز بقلبك، ويصبح قلبك يعني غافل عن ذكر الله عز وجل وغافل عن الدعاء. فقد تتأخر الاستجابة لتكثر العطايا، قد تتأخر الاستجابة لتكثر العطايا من رب كريم سبحانه وتعالى. فكونوا إخواني وأخواتي الكرام على ثقة بالله عز وجل، ولتكن يقينكم أو فليكن يقينكم بالله عز وجل قوي وكبير، ويكون عندكم أمل وعندكم يقين أن الله عز وجل سيجيب دعاءكم، سواء جاء الجواب في حينه أو تأخر، لتكثر العطايا من رب كريم سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.